أخي الخليجي، أختي الخليجية، مهما كانت خلفيتك ومهما كان عمرك، إن كنت قد آمنت بالمسيح أو لا زلت تبحث عن الحق، أنت لست وحدك. مشاهدين الكرام، سلام ونعمة، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أؤمن ولكن. مشكلة اليوم من أخت آمنت بالمسيح إهي وزوجها، لكن حدث معها أمر غير متوقع وصابها بالكثير من الإحباط. خلينا نسمع ونشوف المشكلة مع بعض. وصلتنا رسالة من أحد الأخوات تقول فيها: حبيت أتواصل معكم وأعرض عليكم مشكلتي. أنا وريلي آمنا بنفس الوقت تقريباً، وأشكر الله كنا في غاية السعادة وكل شيء كان أفضل ما يكون، لكن ريلي كان إيمانه أقوى مني بمراحل، وكان يوم بعد يوم يدخل أعماق جديدة في علاقته بالرب، وكنت أنا تو الناس، يعني كان إيماني على قدي. ظلينا سنتين على ذي الحالة، حالنا حال أي أسرة مسيحية عايشة نفس ظروفنا، ولكن المصيبة هي التغيير المفاجئ اللي صار مع ريلي. لاحظت من كذا شهر أنه حيل غير تغير عن قبل، واختلف ذلك الإيمان اللي كنت أغار منه، وانقلبت أحوال ريلي 180 درجة. في البداية كنت أفكر يمكن مشاكل الشغل والبيت وضغوطات الحياة، لكن الموضوع طلع أكبر من كذي. يعني صار لا يقرأ في الكتاب المقدس ولا يصلي نفس أول، وبالعكس صار وايد يتكلم أنه خايف من المجتمع لو أحد درى عن إيماننا بالمسيح. صار وايد يتخرع حجج وأسباب ويحاول يهبط من عزيمتي، وصار يتضايق مني لما أتفرغ للعبادة ولقراءة الكتاب المقدس بحجة أني صرت مهملة حق بيتي. هذا وهو اللي كان يشجعني على العبادة طول الوقت، والحين لما حصلنا فرصة وسمح الرب أن أتعمد زوجي رفض، والحين أنا تعمدت، أشكر الله وزوجي لا. مو بعارفة شنو المفروض أقول، لكن صدقوني حالتي النفسية حيل سيئة، مو بلاقية شيء غير أني أصلي له طول الوقت، والرب قادر أنه يفتقده. خلينا نصلي مع بعض طالبين إرشاد الله. يا ربي يسوع، نشكرك ونعظمك ونبارك اسمك. أنت فعلا يا ربي اللي ترشدنا، وأنت اللي تقودنا، وأنت اللي تعطينا الحكمة كيف نتصرف يا رب مع الناس اللي يا رب اللي أهلنا واللي نتعامل معاهم. يا ربي يسوع، أعطي أختي يا ربي إرشاد وحكمة كيف تتعامل مع زوجها. أنت اللي تعطيها يا ربي الراحة النفسية يا ربي يسوع، تعطيها الإرشاد، تعطيها الحكمة يا رب، تعطيها المحبة لزوجها، وتخليها تكون سبب بركة لحياة زوجها يا ربي يسوع. أشكرك وأعظم اسمك. أمين. يوم وصول رسالتك قضينا وقت في الصلاة، وشاركنا مشيرين ورجال دين متخصصين، ووضع الله على قلوبنا بعض الأمور حابين شاركك فيها. أولا أبي أن أؤكد لك أن إن كان زوجك في علاقته مع المسيح قد ذاق من هذا الحب العظيم اللي يعطيه الرب يسوع المسيح لنا، مستحيل ينسى هذا المذاق للأبد. بالطبع احنا نسمع المشكلة من وجهة نظرك انت، لكن لم نسمعها من وجهة نظره هو ايضا، فعشان كذي احنا بنصلي ونقول يا رب انه يعطينا حل متوازن عشان نصلح الأمر. في البداية يجب ان تعرفين ان المرأة تختلف عن الريال في تعاملها مع القناعات الروحية. فالمرأة تسمع قناعة روحية جديدة وتحتنقها وتطبقها، وأما الريال فيأخذ وقت في تغيير قناعته، لكن عندما يغيرها يكون ثابت فيها. ممكن هذا اللي صار معاكم، فلقد تحمستي أنت وتحركتي أسرع منه، رغم أنه هو كان البادي، والطبع تم سحب الأضواء منه، خاصة بعد أن تعمدتي أنت وما تعمده. الرجال قوامون على النساء، وأن النساء ناقصات عقل ودين، وأن كنا لا نؤيد هذا الفكر، والمسيحية ترفضها تماما، إلا أن هذه هي
الخلفية اللي هي منها، وهي نفس الخلفية اللي شعرتي فيها أنت بالقهر، لذلك فشعورك بالحرية زاد من سرحتك وتحركك، وبقى هو يصارع مع هذا الأمر. ممكن يكون الخوف فعلا هو ما أبطاه وجعله يعيد حساباته مرة ثانية، وهذا أمر يحدث يوم ندرك حجم الخطوة اللي أخذناها يوم آمنا بالمسيح. وهني راح يكون قرار من قرارين، إما الاستمرار في الإيمان بالرب يسوع والحياة معاه، أو التراجع ولو ظاهريا عن هذا الخطوة، لكن لا تغلقين، فالله لن يتركه ولن يتمكن هو من العودة للظلمة اللي كان فيها قبل ويترك النور. في هذه المرحلة تحتاجين أن توقفي عنه في الثغر وتشفعي لأجله. قلتي في رسالتك أن زوجك يتضايق منك عندما تفرغين للعبادة ولقراءة الكتاب المقدس، بحجة أنك صرتي مهملة حق بيتك، وهذا أمر تحتاجين أن تمتحني نفسك فيه. هل فيما يقوله جزء من الصحة؟ إن كان كذي فعليك أن تتوبي أمام الله وتعتذري حق زوجك. زوجك يحتاج لك، ويحتاج إلى احتوائك ومحبتك، يحتاج لاحترامك وخضوعك، يحتاج أن تسلمي القيادة الروحية للبيت وتصلي حق الله عشان ياخذ هو دوره. لا تأخذي دوره في هذا عصيان ونتائجه ستكون سلبية على حياتكم. لا تؤنبيه ولا تعيرينه بما يمر فيه، فلكل منا أوقات ضعف، لكن بالصلاة وبسلوكك معاه كزوجة مؤمنة راح يعمل روح الله في داخله ويعيده له مرة ثانية. فهذا ما يقول الكتاب المقدس في رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثالث والعدد 1: كذلك أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. الزوجة المؤمنة لها رسالة واضحة في بيتها. أصلي أن الله يفتح عيونك ويمنحك القوة عشان تكوني هذه الزوجة الفاضلة، فالزوجة المتعقلة من عند الرب والزوجة الصالحة هبة من الله. يمكنك طلب مساعدة أحد الأشخاص في الكنيسة بشرط أن يكون زوجك واثق فيه عشان يتحدث وياه ويكون له صديق يقبله في كل حالاته. ساكن في سترك يا علي، بايت في ظلك يا قدير، شيل أحمالي وريح بالي، أنت البداية والمصير، رام حمولي يا رب عليك، ملجأ حماية وحصني فيك، بك يا ربي أستجير، ساكن في سترك يا قدير، مستقبلي مع الرب فما أخاف، الله نوري وخلاصي فممن أخاف. قال ربنا لا تخافوا من اللي يقتل الجسد، خافوا من اللي ممكن يطرح الجسد والروح كلاهما في جهنم، فلو قتلوني أنا راح أروح معاه في السماء، فإيش يخوف في الموضوع؟ ما في أحلى من الحياة معاه. قدمي ذاتك ومحبتك دون شروط أو انتظار المقابل. الرب معاكم، راح نستمر في الصلاة علشانكم. نرحب جميع مشاركاتكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم على وسائل التواصل الظاهرة على الشاشة. الرب معاكم ونشوفكم في حلقة مقبلة.